الرئيس السيسي يلتقي الفريق الأول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رئيس مجلس الوزراء يوجه ببدء عمل منافذ بيع السلع المخفضة مطلع يناير المقبل. رغم التحذير الروسي، واشنطن تقدم باتريوت لأوكرانيا ومساعدات عسكرية بأكثر من مليار دولار. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، وأيضا معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارا من يناير المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وخلال اجتماع لمتابعة توافر السلع، أكد مدبولي ضرورة التنسيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في كل محافظة، لا سيما المناطق النائية والأكثر احتياجا. كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية والتي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة مثل وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على دور منظومة التسجيل المسبق للشحنات في حوكمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد وصولا لاختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد الخام المستوردة من الخارج وبخفض التكلفة، وكذلك بتيسير حركة التجارات الداخلية والخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ووجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالموانئ، خاصة فيما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية في ظل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان. في هذا السياق تناول الاجتماع ما تم الإفراج عنه مؤخرا من شحنات لسلعتي الذرة وفول الصويا، وذلك بما يسهم في إتاحة الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. جهود أمنية تتواصل للتصدي الحاسم لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، فقد أسفرت الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن عن ضبط أكثر من 54 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، وضبط قرابة 25 طن دقيق أبيض قام المسؤولون عن عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية ومخابز سياحية بالجيزة والبحيرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قرابة 189 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة عدد من مسؤولي المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة والقليوبية،
قاموا بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها، وضبطوا قرابة 137 طن مواد غذائية متنوعة، فضلاً عن نحو 76 ألف عبوة زيت طعام بالمنوفية والقليوبية والشرقية والجيزة والقاهرة، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط 25 طن سكر تموني بحوزة مالك محل بدال تموني بدمياط ومخصصة على البطاقات التمونية، قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، ما يعد استيلاء على أموال الدعم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 55 طن مواد بناء، قام مالك مخزن لتجارة مواد البناء بسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. وضبط 22 طن أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق بالغربية والمنوفية بهدف بيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 127 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية ومعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية. وضبط 40 طن ملح طعام وملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق، وذلك بمصنعين لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بالمنوفية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية والمنوفية، وضبط قرابة 50 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية وبني سويف والقاهرة والجيزة. كما تمكنت من ضبط 40 طن أسمدة زراعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة قائد سيارة بالفيوم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 846 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 682 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 112 طن، وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 524 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط 16 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت. وكذلك في مجال قضايا المخابز تم ضبط 974 قضية من بينها 260 قضية خبز ناقص الوزن و214 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 188 طنا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة التنزانية للمشاركة في احتفال تدشين ملء بحيرة سد يوليوس نيريري. وأوضحت وزارة الخارجية أن مشروع سد يوليوس نيريري يعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، كما أنه يمثل تجسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في عدد من الدول الأفريقية. We'll be right back.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين حتى 2024. أوضح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبد الخالق، أوضح أن إعادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك، هو ما يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا، بما في ذلك رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021، فضلا عن ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي. ونوه السفير عبد الخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم الجهود الرامية لتعزيز فعالية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام. قام وفد ليبي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي فوزي الطاهر بزيارة إلى مقر مجلس النواب بالقاهرة، وكان في استقباله المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، حيث جرى بحث العديد من الملفات التي تهم البلدين. الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وفي إطار نحن كنواب عن مجلس النواب الليبي في من أجل تقديم الشكر إلى جمهورية مصر العربية من خلال زيارتنا للبرلمان مصر وعلى الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية، وأيضا من أجل تبادل وجهات النظر حول بعض المواضيع المهمة التي تهم مواطني بلدينا وتضليل الصعاب فيما يتعلق بالتنقل وعديد القضايا التي تهم شعبينا إن شاء الله. مصر كما تعلم الجميع هي مصر دولة محورية، دولة إقليمية، دولة جارة إلى ليبيا، ودور مصر أعتقد أنه ليس بخافي على أحد، تبذل جهد كبير من أجل استقرار بلادنا وأحداث تسوية، وعلى الدور البارز الذي يختلف عن باقي الدول هو أن دولة جارة، وأيضا تحاول مؤخرا أن تدعم التقارب بين كل الليبيين، وهذا الحل الذي نعول عليه نحن كليبيين، أن يكون الحل الليبي بقيادة ليبية وبدعم ومساندة الأشقاء في مصر. أدان مجلس الأمن الهجمات الإرهابية في محافظة كركوك العراقية وأسفرت عن مقتل 9 على الأقل من رجال الشرطة و8 مدنيين. جدد مجلس الأمن دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها وبتقديمهم إلى العدالة. في ذات السياق، أدان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية البوبالي في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق العاصمة بغداد، وأكد المسؤول العراقي أن الحادث الإرهابي لن يمر دون عقاب سريع، مشددا على مواصلة القوات المسلحة العراقية ملاحقة ومطاردة كافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد. وفي تفاصيل الأزمة الأوكرانية، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقبيل هذا اللقاء قال زيلينسكي إنه موجود في واشنطن لشكر الولايات المتحدة على مساعدتها في العملية العسكرية ضد روسيا، وإنه سيجري محادثات لتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده. وأكد زيلينسكي في تصريحات له على مواقع التواصل الاجتماعي أن العام المقبل سيشهد إعادة العلم الأوكراني إلى كامل الأراضي الأوكرانية. Пане президенте!
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم 1.85 مليار دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن المساعدات تشمل لأول مرة أنظمة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى وطائرات تصل لارتفاع أعلى بكثير من أنظمة الدفاع الجوي التي سبق توفيرها. ومن المقرر تخصيص مليار دولار لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية و850 مليون دولار مساعدات أمنية إضافية. كان الكرملين قد أكد في وقت سابق أن أي أسلحة أمريكية جديدة لكييف ستؤدي إلى تفاقم الأزمة. وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أن فرصة السلام تكاد تكون منعدمة مع استمرار دعم الغرب لكييف. وأضاف أنه لا يرى أي فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا مع الزيارة الجارية للولايات المتحدة. وأن موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن لن تجعله في وضع أفضل. сложность переговоров она обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем, который изобилует конфликтами, изобилует. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النزاع في أوكرانيا مأساة مشتركة، ولكن روسيا ليست مسؤولة عن اندلاعه. هذا وقد وافق بوتين على زيادة عدد القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون عنصر إضافي، وإضافة إلى ذلك لرفع سن الخدمة العسكرية. كما أعلن بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش أن الأسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع يناير على صواريخ فرط صوتية عابرة جديدة من طراز زيركون، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الماضية. كما أضاف الرئيس الروسي أن الفرقاطة أميرال غورشكوف ستكون في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الردع والتوازن النوويين سيضمنان لموسكو أمنها الاستراتيجي. أضاف بوتين في هذا السياق في اجتماع موسع لقيادات الجيش الروسي أن العديد من الأسلحة المتطورة والحديثة سوف تدخل الخدمة في يناير القادم. سنستمر بدعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية، وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا. وبشكل عام الردع النووي والتوازن النووي في العالم، اليوم تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91%،
يتم تزويدهم بمنظومة الفرد الصوتية أفانغارد، وللمرة الأولى تم تزويد القوات بمنظومة الصواريخ العابرة للقارات سارماد، وكل ذلك سوف يتم تنفيذه وتحقيقه. كذلك يستمر تزويد القوات بمنظومة يارس، وهذه المنظومات التي ليس لها مثيل في العالم. ففي بداية يناير من العام القادم سوف تبدأ فرقاطة الأدميرال غريتشكوف بالخدمة. هذا وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الجيش الروسي استطاع تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية رغم قيام 27 دولة بإنفاق 97 مليار دولار في إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. أشار كذلك إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أثبتت مهنية القوات المسلحة الروسية. إن الأسلحة والمعدات القتالية الروسية أثبتت جدارتها ومتانتها، وهذه العملية تعطي فرصة نادرة لتحليل الأساليب الحديثة لخوض الأعمال القتالية بمشاركة أنواع وأفرع القوات المختلفة. وسوف يتم استخلاص هذه العبر في الخطط المستقبلية لتدريب وتجهيز القوات. أما قيادة الدولة والشعب الروسي فأثبتت وحدة الجيش والمجتمع، وفي هذه السنة وزارة الدفاع تقوم بحل وتنفيذ قضايا مهمة أخرى. أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 20.1% بين أغسطس ونوفمبر مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة، وهو ما يزيد عن هدفه البالغ 15%. وفي مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية، وافقت دول الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عددها 27 دولة في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من أغسطس من عام 2022 والحادي والثلاثين من مارس من عام 2023. ويثير انخفاض شحنة الغاز الروسي مخاوف بشأن الإمدادات إلى أوروبا. أعلنت المفوضية الأوروبية الموافقة على خطط لدعم الطاقة المتجددة في ألمانيا بقيمة 28 مليار يورو، وذلك بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تهدف الخطة لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء البريطانية أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ أكثر من 22 مليار جنيه استرليني، مما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة. وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من إبريل إلى نوفمبر من العام الجاري بلغ 105.4 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2021. في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع إصدار تصاريح البناء مع استمرار الرهون العقارية المرتفعة في خفض نمو سوق الإسكان الأمريكي. انخفض بناء منازل جديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة 4.1% إلى متوسط سنوي معدل موسميا بنحو 828 ألف وحدة الشهر الماضي.
مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة ورغم تباطؤه، تراجعت وتيرة بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام في نوفمبر الماضي، وبالمثل تراجع إصدار تصاريح البناء مع استمرار للرهون العقارية المرتفعة في كبح سوق الإسكان. وجاء التقرير القاتم من وزارة التجارة الأمريكية في أعقاب أنباء عن تراجع الثقة بين المستثمرين بناة المنازل إلى مستوى قياسي للشهر الثاني عشر في ديسمبر، وتحملت سوق الإسكان الوطأة الكبرى لأسرع دورة لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ الثمانيات من القرن العشرين في إطار مكافحة البنك للتضخم. وانخفض معدل بناء منازل جديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة 4.1% إلى متوسط سنوي معدل موسميا وهو 828,000 وحدة الشهر الماضي، وهذا هو أدنى مستوى منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح بعد مرور الموجة الأولى من جائحة كورونا. وزادت وتيرة البناء بالنسبة للمشروعات التي تضم 5 وحدات فأكثر 4.8% إلى 584,000 وحدة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي. ويعزز الطلب القوي على المنازل المستأجرة بناء المساكن لعدة أسر، حيث تجبر معدلات الرهن العقاري المرتفعة العديد من مشتري المنازل المحتملين على البقاء كمستأجرين. أعلن مجلس الوزراء الصيني أن بكين ستستغل الوقت المتاح لتنفيذ إجراءات لدعم الاقتصاد بهدف تحسين النمو في أوائل عام 2023، وتعهد قادة الصين الأسبوع الماضي بتسريع تعديل السياسات لدعم الاقتصاد المتباطئ بهدف التخفيف من تأثير زيادات إصابات كورونا على الشركات والمستهلكين في وقت يضر فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي بالصادرات. في اليابان، تراجع الين في جلسة متقلبة متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها أمس. ارتفع الدولار 0.2% مقابل الين بعد أن تراجع 3.8% في الجلسة السابقة، هو أكبر انخفاض له في يوم واحد مقابل العملة اليابانية منذ 24 عاما. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مدير منظمة الصحة العالمية يبدي قلقه البالغ حيال وضع وباء كورونا بالصين. أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم عن قلقه البالغ حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكورونا في الصين. وطلب أدانوم بكين بمعلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي دخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار في البلاد. A public health emergency of international of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency. أعلنت الصين أنها لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا بعدما غيرت بكين طريقة احتساب الوفيات بالفيروس، مشيرة إلى أن المنهج العلمي يقدم صورة مختزلة أكثر بكثير للوضع. كان الأشخاص الذين يموتون جراء مرض ما أثناء إصابتهم بالفيروس يحتسبون في إطار حصيلة وفيات كوفيد، وهو ما ساهم في تسجيل أعداد هائلة من الوفيات. وفرضت الصين منذ عام 2020
2022 قيودا صحية صارمة باسم ما يعرف بسياسة صفر كوفيد، والتي أتاحت حماية الأكثر تعرضا للخطر الذين لا يتم تطعيمهم. ولكن الحكومة أنهت معظم هذه الإجراءات في بداية ديسمبر وسط تزايد السخط بين السكان وانعكاسات كبيرة على الاقتصاد. وللمزيد ينضم إلينا من روما البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور عودة بعد التحية، يعني تصريحات جديدة لمنظمة الصحة العالمية، برأيك هل هي كفيلة بإحياء المخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا عالميا؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة لإحصائيات كورونا فيروس عالميا، احنا بنشوف انه تقريبا عدد الأشخاص اللي تشافوا صار تقريبا قريب على عدد المصابين، وهذا من أول يوم من الوباء صرحنا انه تبدا بدايه نهايه الكورونا فيروس، ويعني في نسبه عاليه من الشفاء، وتقريبا ازيد من 96% من الاشخاص المصابين في العالم تم شفائهم، وفي نفس الوقت في نسبه قليله من التوفي، تقريبا معدل اللي بتوفوا 1%. بالنسبة للوضع يختلف بالنسبة للماضي، ليش؟ لأنه في دول قاومت الفيروس وقاومته ومتعايشة مع الفيروس يوميا، بس في دول فشلت في مقاومته، عشان هيك اليوم موجودة في أزمة كبيرة. ومن الدول هاي مهمة دول مثل الصين، ليش؟ لأنه الصين كانت تابعة البرنامج صفر كوفيد، وبعدين سوت افتتاح بدون مراقبة وبدون مراحل تدريجية، عشان هيك في إصابات كثيرة. وحسب رأي منظمة الصحة العالمية وصلت وجهة النظر، وأشكرك شكرا جزيلا البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. الهمجي على أوكرانيا والهجوم على الأبرياء من الأوكرانيين من دون أي سبب سوى الترهيب، وطبعا ذلك الهجوم قد تصاعد حيث ضربوا ملاجئ الأيتام والمستشفيات والمعالم المدنية، والآن هو يحاول أن يستعمل الشتاء كسلاح، ولكن الشعب الأوكراني لا يزالون يلهمون العالم. وأنا أعني هذا، لقد لم تلهمونا نحن فقط، ألهمتم العالم بالشجاعة وكيف اختار شعبكم الصمود من أجل مستقبلهم، والشعب الأمريكي يقف بفخر معكم، الديمقراطيين والجمهوريين معا مع حلفائنا في أوروبا واليابان ودول أخرى، لنضمن بأن لديكم الدعم العسكري والمالي والدعم الأمني الذي تحتاجونه، وطبعا سنتحدث عن ذلك اليوم. ومع تعزيزنا لقدراتكم في الدفاع عن أنفسكم وخاصة الدفاعات الجوية، ولذلك سنقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت، وندرب قواتكم أيضا لتدريبها أو لتستعملها بكفاءة. وأيضا نحن مع شركائنا نستمر أيضا في دعوة في الوقوف ضد الكرملين، وندعو لأن يتحقق السلام. الولايات المتحدة تقف مع الشعب العظيم لأوكرانيا، ونقف معكم، وأنت زعيم رائع وعظيم، ولقد أظهرتم شجاعة، وحتى مجلة التايم قالت إنك رجل العام، فأنت رجل العام، وحتى في الولايات المتحدة أنت رجل العام. إذن أرحب بك
وسنتحدث عن الكثير من الأمور، وإليك الكلمة. شكرا سيد الرئيس، من دواعي فخري أن أكون هنا ومع صحفيكم. شكرا لكم لدعوتكم. أردت طبعا أن السيد الرئيس طبعا يعرف بأنني لم أكن يمكن أن آتي لأن الوضع كان صعبا جدا، والآن جئت طبعا بما أننا سيطرنا على الوضع وبسبب دعمكم. أولا بسبب دعمكم، وأنا أفهم بأن لدينا مواضيع كثيرة نتحدث عنها، العديد من التحديات في أوكرانيا وفي أوروبا، من الطاقة إلى الوضع في أرض المعركة، ولكن قبل كل شيء أنا أقدم لكم امتناني العميق من قلبي وقلوب الأوكرانيين، كل الأوكرانيين من أمتنا، الأمة القوية. نثمن ما قمتم به وما فعلتموه من دعمكم الكبير وقيادتكم. طبعا أوروبا هناك دول كثيرة ساعدتنا وهي تساعدنا الآن، ولكن طبعا هذه هي قيادتكم. شكرا، شكرا قبل كل شيء، شكرا، شكرا جزيلا سيد الرئيس. وطبعا الشكر أيضا للحزبين، للكونغرس، وشكرا من المواطنين العاديين، أنقله إليكم أيضا لمواطنيكم الأمريكيين العاديين. نقدر حقا ما فعلتموه. أعتقد أنه من الضروري أن نفهم كلمة الامتنان، ولكن عليكم أن تشعروا بذلك في قلوبكم. شكرا جزيلا، شكرا، أفخر بشدة أن أكون معكم. وأمس كنت في دونباس، في باخموت، ذلك طبعا في شرق البلاد، وكل التفاصيل طبعا هناك الكثير من المكالمات لقيناها. وأود أن أعطيك شيئا، هناك رجل وهو بطل، هو بطل قائد، هو طلب مني أن أقدم كلمات، أقدم شكره للرئيس بايدن. إنه قائد لبطارية هايمرس وهو شجاع جدا، وقال انقل تحياتي للرئيس الشجاع بايدن. وأقول لك إنه أراد أن هذه الجائزة الميدالية التي أقدمها لكم، نعم هذه منه يقدمها إليك، وهناك قائمة. طبعا أنا لم أقرأ رسالة، هو كتب هذه الرسالة، وهو طبعا يمكن أن يترجموها لك لاحقا. واسمه يمكن أن تتصل به؟ نعم نعم يمكن أن تتصل به. بافلوف، بافلوف، نعم. أقدر كثيرا هذه الهدية. شكرا، شكرا. لقد قال إن العديد من إخوانه، وطبعا أنقذهم الباتريوت أو أنقذهم الهايمرس. تابعنا مشاهدينا الآن جزء من اللقاء الذي جرى ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة حالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم كل الدعم لأوكرانيا، وعبر عن إعجابه بالرئيس الأوكراني وقال عنه أنه رجل العام. وبدوره الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قدم الشكر للولايات المتحدة، وقال أنه بفضل الولايات المتحدة تم السيطرة على الوضع. انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين، والتي تستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي. أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من وراء التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.
في الوقت الذي يكثف فيه الشريكان تعاونهما في منطقة غرب المحيط الهادي التي تزداد توتراً، انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين، وتستمر أسبوعاً في بحر الصين الشرقي. وزارة الدفاع الروسية قالت إن المناورات البحرية التي تجرى خلال 21 وحتى 27 من ديسمبر الجاري ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين مع الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي. روسيا تشارك في التدريبات بأربع سفن بما في ذلك طراد للصواريخ، بينما ستشارك ست سفن من الصين إلى جانب طائرات وطائرات هليكوبتر من الجانبين. الجزء الرئيس من التدريبات يشتمل على إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة ضد أهداف جوية، مع إطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية، وممارسة إجراءات مشتركة ضد الغواصات واستخدام عملي للأسلحة. وخلال الشهور الماضية سعت موسكو إلى زيادة روابطها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين، في الوقت الذي تنظر إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه حليف رئيسي في تحالف مناهض للغرب. ومنذ توقيع الجانبين اتفاق شراكة استراتيجية دون حدود قبل أيام فقط من اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أظهرت موسكو وبكين تعاونهما العسكري المتنامي في الأشهر الأخيرة، فيما وصف بأنه استعراض لاتساع وعمق الثقة المتبادلة بين الصين وروسيا. استقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيرته الأسترالية بيني وانغ في أول زيارة لمسؤول أسترالي للصين منذ عام 2019، وفور وصولها إلى بكين وجهت بيني وانغ الشكر للحكومة الصينية على دعوتها لزيارة البلاد، والتي تتزامن مع ذكرى مرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. وقد توترت العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف بشأن عدد من القضايا، أبرزها نشاط الصين خارج حدودها وقرار أستراليا حظر شركة هواوي وفرض عقوبات عليها ودعواتها المستمرة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا. قام عناصر من الجيش البريطاني بسد الأماكن الشاغرة لأفراد الرعاية الصحية المضربين في عشرات المرافق الصحية في بريطانيا. بدأ اليوم الآلاف من موظفي الرعاية الصحية إضرابا في إنجلترا وويلز للمطالبة بزيادة الأجور. كانت هيئة الأجور قد منحت أكثر من 1 مليون عامل بالرعاية الصحية زيادة في الأجور بنسبة 4%، إلا أن النقابات العمالية تطالب بزيادة المرتبات بأكثر من معدل التضخم الذي بلغ 10.7% في نوفمبر. أعلنت الرئيسة الجديدة لبيرو دينا بولوارتي عن تعديلات وزارية بالحكومة شملت تعيين المحامي ألبرتو أوتارولا رئيسا جديدا للوزراء إلى جانب وزيرين جديدين للدفاع والداخلية. تم الإعلان عن التغييرات في حفل أداء اليمين في القصر الحكومي، وتشكل السيدات الآن نصف مجلس الوزراء المؤلف من 18 عضوا بقيادة بولوارتي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة بيرو. جاء التعديل الجزئي بعد أيام من استقالة وزيرين بسبب التعامل مع الاحتجاجات التي خلفت ما لا يقل عن 21 قتيلا ومئات الجرحى خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية إقالة الرئيس السابق لبيرو. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية وبمناقشاتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني. أوصت ورشة العمل بتوعية وبتثقيف العامل المصري بأهمية دوره التنموي وتمكين النقابات العمالية من القيام بدورها ونيل ثقة العمال، فضلا عن العمل على تطوير قدرات ومهارات العمال وتهيئة العمالة لسوق العمل وتطوراته. كما أوصت ورشة العمل بتشجيع العمال على المشاركة في انتخابات النقابات العمالية وباختيار من يمثلهم ويعبر عنهم، وكذلك حماية أعضاء مجالس النقابات من ترصد بعض أصحاب الأعمال لهم لنشاطهم النقابي.
وفي الإسكندرية قامت مؤسسة حياة كريمة بزيارة مركز وبرج العرب لمتابعة المشروعات التي تتم على قدم وساق في قرية بهيد والغربانيات. وأوضحت المؤسسة أنه تم إنجاز العديد من المشروعات مثل محطة رفع الصرف الصحي بامتداد قرية بهيج ومحطة رفع الصرف الصحي بالغربانيات، فضلا عن الانتهاء من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة بالقرية. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات، وذلك بمقر كلية التجارة بالجامعة. خلال الندوة تم التأكيد على أهمية المشروع القومي حياة كريمة وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل الكرة الأكثر احتياجا. كما تمت الإشارة إلى أن أهم سمات المشروع تتمثل في توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع، مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي. جامعة قناة السويس بترعى ندوة توعوية إن شاء الله للطلاب بمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة، بنفهم الطلبة وبنوريهم قد إيه مجهودات الدولة بقيادة الرئيس سيادة عبد الفتاح السيسي، إزاي حياة كريمة عملت مجهود كبير جدا في القرى التابعة لمنطقة الأنطرة شرق. الحقيقة نقلة حضارية كبيرة قوي. الطلبة محتاجين، طلبة قناة السويس محتاجين نعرفهم بهذه الرؤية وهذا الإنجاز الكبير جدا. اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالزعفران التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين. وخلال القافلة تم توقيع كشف وصرف العلاج لعدد 139 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 33 فحصا معمليا وإجراء عدد 12 أشعة وسونار. كما تم إجراء عدد 24 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وإجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. في نشرتنا الآن نفتح نافذة اقتصادية وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ميرنا إيهاب. تفضل ميرنا. شكرا لكما نهى وإلهام، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور لمتابعة توفر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة. وخلال لقائه تجار السوق أكد محافظ القاهرة أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة مراقبة الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وإنشاء أسواق جديدة للجملة بالقاهرة تتيح السلع بأسعار تنافسية من أسواق الجملة مباشرة، مما يسهم في خفض الأسعار. كما أكد محافظ القاهرة على تقديم كافة التيسيرات لتجار السوق وطلبهم بالتنسيق مع تجار التجزئة للقضاء على ظاهرة المغالاة غير المبررة. جميع السلع متوفرة والأسعار اللي داخل السوق الأسعار مناسبة جدا، عشان كده يعني احنا هنا يعني بنؤكد على تجار التجزئة اللي بيتعاملوا مع سوق العبور
ومن خلال الأسعار المناسبة اللي احنا بنقيها في سوق العبور أو هو اللي بيتعامل معها داخل سوق الجملة، إن هو تكون الأسعار خارج السوق مناسبة وفي متناول المواطن. العرض والطلب، السلع الكويسة هي اللي يمكن بتستمر، والسلع الرديئة بتطرد من السوق، والأسعار حسب العرض والطلب. نيجي للفاكهة بالتحديد، الفاكهة متوفرة والحمد لله مفيش حد بيشتكي. برتقان بلدي وسكري وبصرة من 3 جنيه ل 5 جنيه، يعني متوفر جدا، ما عندناش مشكلة يمكن الحمد لله من فاكهة. وفي عوامل جوية جت السنة دي جميلة بخصوص الفاكهة كلها، والحمد لله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا في متوفر الايام دي البولتي والبوري والمكرونة والجمبري والصبيط، يعني اغلب الاسماك متوفره اليومين دول، والسردين بكثره الايام دي، الاسعار مستقره بالظبط كده. والاسماك فيها ميزه حلوه كبروتين حيواني، حضرتك عندك كل الاسعار، يعني عندك البولتي بسعر قليل، فيه الجمبري سعر، اللي عايز ده بيشتري، اللي عايز ده بيشتري، في كل حاجه موجوده يعني متوازنه. ذكر بيان لمصرف لبنان أن البنك المركزي مدد قراراً يسمح للبنوك بشراء كميات غير محدودة من الدولار عبر منصة صيرفة حتى نهاية يناير المقبل. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أعلن مؤخراً أن المصرف سيتبنى سعر صرف 15,000 ليرة للدولار اعتباراً من الأول من فبراير ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد. وأوضح أن مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعر فقط هما 15,000 وسعر آخر حددته منصة صيرفة التابعة له، والذي استقر عند نحو 30,000 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي. شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تداولات ضعيفة، حيث قللت المخاوف من الركود إقبال المستثمرين على المخاطر، إلا أن الخسائر كانت محدودة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا بنسبة 0.3% لينهي سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات. وأغلق المؤشر السعودي مستقرا دون تغير يذكر، وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.3%. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث لم تتغير أسعار النفط كثيرا، إذ طغى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية على مخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستورد للنفط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.1% إلى 80.6 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.1% إلى 76.27 دولار. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.59% لتصل إلى 3.59 دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.46% لتسجل 5.44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن صادرات النفط الروسية تراجعت 11% في الفترة من الأول وحتى 20 ديسمبر الجاري مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد أن دخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ. وأضافت الصحيفة أن صادرات روسيا إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بما يشمل الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرا بلغت في المجمل 560,000 طن يوميا خلال الفترة المذكورة. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى إلهام ونهى. شكرا مرنا على هذا العرض. أجرت مجموعة من الأطباء بمعهد جنوب مصر للأورام أول عملية زرع نخاع من نوعها. يقدم المعهد جميع الخدمات الطبية المتميزة للبالغين والأطفال ضمن منظومة حكومية شاملة للنهوض بالخدمات الطبية في جنوب مصر.
سابق طبي هو الأول من نوعه في جنوب مصر، قام به صرح طبي عملاق هو معهد جنوب مصر للأورام بأسيوط، حيث قام الأطباء بإجراء أول حالة زرع نخاع لمريضة مصابة بورم في الغدد الليمفاوية. وحدة زرع النخاع هي الوحدة الأولى في صعيد مصر قامت بإنشائها الدولة بتكلفة ملايين من الجنيهات لخدمة مرضى الصعيد. في نوعين عندنا من الزرع، الزرع اللي هو من المريض لنفسه أو من متبرع. طبعا في مرضى كتير بيحتاجوا الخدمة دي، سواء أمراض سرطانية حميدة أو أورام خبيثة. فرصة نجاح الحالات يعني تقارب 100% مع الاهتمام ومع الفريق المتدرب. وتعد وحدة زرع النخاع هي الأولى من نوعها على مستوى جامعات ومحافظات صعيد مصر، وأنشئت منذ سنوات لكنها توقفت لفترة ثم عاولت استئناف عملها فيما بعد. الوحدة فيها فريق طبي مدرب جدا الحمد لله، وفي فريق تمريضي برضو ممتازين جدا جدا، وبتستقبل الحالات، كل الحالات اللي تم عرضها علينا استقبلناها وخدناها. معامل روتينية زي معمل أمراض الدم ومعمل الكيمياء الكلينيكية ومعمل الميكروبيولوجي، وفي معامل متخصصة زي معامل التدفق الخلوي، معامل البي سي آر والتوافق النسيجي ودراسة الكروموسومات. أي مريض هنا يدخل في المعهد سواء وخاصة أمراض الدم لازم بيحتاج المعمل للتشخيص أو يحتاج المعمل لكفاءة ما قبل العملية، أو العيانين اللي بياخدوا علاج كيماوي لازم يعمل تحاليل عشان لو في حد معين ما ياخدش الجرعات. تأتي تلك الجهود في إطار حرص جامعة أسيوط على توفير كافة أنواع الخدمة الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة ومرضى الأورام بصفة خاصة. احنا هنا بالعيان بنستقبله من أول ما يبقى يعني خلاص العيان دخل في استجابة تامة للعلاج، سواء عيانين زرع النخاع الذاتي أو الغير ذاتي. بعد كده بنحضره لفصل الخلايا الجذعية للعيانين اللي هم زرع النخاع الذاتي. بعد ما العيان بيفصل وبيجيب العرض المطلوب من الخلايا الجذعية بيتحجز عندنا في الكبسولة بتاعته اللي هبيبدأ فيها بعد كده العلاج الكيماوي الأولاني. بعد كده العيان بعد ما يخلص العلاج الكيماوي بياخد الخلايا تاني الجذعية، وبعد كده العيان بيفضل معنا تقريبا في خلال أسبوعين لثلاث أسابيع بعد زرع الخلايا، هو بيبقى تحت العلاج التدعيمي لحين ما تدفع صورة الدم بتاعته والعيان يبقى أموره ستيبل بالنسبة لنا. وهكذا يتواصل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر للأورام في خدمة أكثر من 60,000 مريض من المترددين سنويا على المعهد من مختلف محافظات الصعيد، من المصابين بمختلف أنواع الأورام من الأطفال والبالغين. شهدت معابد الكرنك اليوم ظاهرة تعامد الشمس على محور معابد الكرنك والتي تحدث يوم 21 من ديسمبر من كل عام. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، قال إن أكثر من 1000 سائح مصري وأجنبي شهدوا هذه الظاهرة وحرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة تعامد الشمس على محور المعابد في تمام الساعة 6:31 صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعبد حتى البوابة الرئيسية. والآن مشاهدينا الكرام مع الأحوال الجوية والطقس. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى مرنا إيهاب، تفضل. شكرا لكما إلهام ونهى، والآن جولة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 15، الإسكندرية 19-15، مطروح 18-15، بورسعيد 20-14، والإسماعيلية 21-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13، العريش 20-14،
طابة 19/16، شرم الشيخ 24/17، والغردقة 23/17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، أسوان 24/13، الوادي الجديد 23/11، شلاتين 25/19، وأخيرا حلايب 23/18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نستعرض مع حضراتكم أهم لقطة لهذا اليوم. انتهت نشرتنا وإليكم أهم الأخبار. الرئيس السيسي يلتقي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رئيس مجلس الوزراء يوجه ببدء عمل منافذ بيع السلع المخفضة مطلع يناير المقبل. رغم التحذير الروسي، واشنطن تقدم باتريوت لأوكرانيا ومساعدات عسكرية بأكثر من مليار دولار.
وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرتنا هواء التاسعة، مستمرة مع حضراتكم مع الإعلام يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف، مساء الفل. زكي نوها، مساء الفل. زكي إلهام، عاملين إيه؟ كله تمام.